توقع سعر عملة لونا كلاسيك بالسنوات القادمة مع تحديث القادم بيوم 15 بالشهر. شباب هاي قناتنا من تليجرام، عنا اخبار وصفقات مدروسة. بتمنى منك ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. موقع اصدقائي عمال بيتوقع سعر عملة لونا كلاسيك بالتحديث القادم بسنوات القادمة. وطبعا اصدقائي عملة لونا كلاسيك شديدة الخطورة بسبب الاحداث اللي مرت فيها. الان عمال بيتم التكافؤ بين بلوكشين لونا كلاسيك ولونا 2، هو تحالف فريد من نوعه المشاركة في المشاريع على البلوكشين. كلا العملتين بيقدموا مشاريع للديفاي على البلوكشين. تنبؤات بسعر عملة لونا كلاسيك ب 2023 تحذف صفر ويصير سعرها 0.041 سنت كحد أقصى. بال 2024 ممكن ترتفع إلى 0.08، بال 2025 ممكن تصبح 1 سنت، والتوقعات بتقول ب 2030 أن تصبح سعرها 5 دولار. طبعا أصدقائي هذا السعر الأقصى للعملة، لكن شباب إذا بدنا نشوف الواقع وسبلاي العملة منشوف هذا السعر ضربة من الخيال. ممكن بنهاية هاي السنة مع التكافؤ اللي ممكن يتم بين العملتين نشوف عملة لونا كلاسيك حذفت صفر، يعني 0.01 أو 2. وطبعا صديقي السعر المتوقع مع نمو العملات الرقمية وزيادة القيمة السوقية، صديقي هاي خارطة الطريق لعملة لونا كلاسيك واهداف وتوقعات الفريق. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر. لا لا صديقي اذا كنت بتهمك الاخبار تصلك اول باول، مالك صديقي اللي تنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو، ولا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد.